فعلا جدا. فعلا فعلا خامة الصوت قريبة ليا، خامة الصوت إيهاب قريبة ليا، وإيهاب صوت زوين بزاف، وقدر نقول لك بزاف ديال الناس اللي كانوا شاركوا في ستار أكاديمي يعني ما كملوش. إيهاب الحمد لله من الناس اللي غاديين مزيان دابا، وأنا كنتمنى ليه كل التوفيق يا ربي، وإن شاء الله الأحسن إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.